مرحبا بكم. تعتبر الثعابين واحدة من الزواحف الخطيرة والمخيفة جدا، والتي تشكل تهديدا على جميع الكائنات الحية. ومن المعروف أن هناك نوعان سام ونوع آخر غير سام، وكلا النوعان يشكلان خطورة كبيرة جدا على البشر والحيوانات. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف على مجموعة من الحقائق الصادمة حول هذه الكائنات. هل أنت مستعد؟ هيا بنا نبدأ. ولكن أولاً ادعمونا بإعجاب واشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. فلنبدأ. لو كان هنالك أي ثعبان يهجم عليك في يوم من الأيام وتمكنت من قطع الرأس الخاصة به، لا يجب عليك الاقتراب منه بعدها، وذلك بسبب أن العلماء يؤكدون أن رأس الثعبان المقطوع قادرة على تشكيل خطورة على أي شخص يقترب منها. كما هو واضح في هذا الفيديو، كان لا يزال الثعبان قادراً على نشر السم في جسد أي شخص يقترب منه. وفي هذا الفيديو الآخر كان يحاول الهجوم على نفسه، وهذا يعبر عن مدى الخطورة التي يتصف بها. تعتبر منطقة أيسلندا وأيرلندا ونيوزيلندا من المناطق التي لا يوجد بها أي ثعبان على الإطلاق، وذلك بسبب درجات الحرارة المنخفضة التي تجعل عملية المعيشة والتكاثر صعبة على مثل هذه الزواحف. كما يقال أنه في القارة القطبية الجنوبية وفي القطب الشمالي لا يوجد أي ثعبان بسبب تشابه الظروف المناخية مع هذه البلاد. من الممكن أن يظل الثعبان لمدة 5 أيام دون تناول طعام، ويحدث هذا الشيء في فصائل الثعابين المعروفة مثل الأناكودا، حيث أنه قادر على عملية هضم الفريسة التي تتناولها طوال هذه الأيام. ومن المعروف أن الثعبان لا يقوم بعملية الإخراج الطبيعية في باقي الكائنات الحية، وذلك بسبب أنه يحتاج إلى اكتساب وزن كبير حتى يستطيع اكتساب قوة تمكنه من فرض السيطرة وهيمنة على باقي الحيوانات. يستطيع الثعبان تناول الفريسة مهما كان حجمها ووزنها، حيث يبدأ بتناول الرأس، وذلك بسبب أن الفك قادر على الاتساع بدرجة كبيرة جدا تجعل عملية ابتلاع هذه الفريسة الكبيرة في الحجم أمر سهل. استطاع أحد المصورين الأستراليين التقاط هذه الصورة لهذا الثعبان وهو يقوم بابتلاع التمساح بالكامل، ولكن بعد عدة أيام لم يستطع الثعبان هضم التمساح بالكامل، مما جعله ينفجر في المعدة كما هو واضح في هذه الصورة. قد أكد العلماء على أن كبر حجم التمساح وجلده السميك هو ما جعل عملية الهضم صعبة جدا على الثعبان. على عكس ما تعتقد، فإن 70% فقط من الثعابين هي من تتكاثر عن طريق وضع البيض، كما أن عدد البيض الذي يتم وضعه يختلف على حسب فصيلة كل ثعبان. ويقال أنه في يوم من الأيام تمكن العلماء من اكتشاف هذا الثعبان الذي يعتقد الكثير من الناس أنه قد تناول واحدة من الماشية هي ما كانت تجعله يبدو بهذا الحجم الكبير. ولكن بعد تشريح الثعبان كان من الواضح أن هذا الحجم الكبير بسبب عدد وكم هائل من البيض الذي كان هذا الثعبان على وشك وضعه. هنالك نوع من الثعابين يعرف باسم ثعابين الولادة، وهو الذي لا يضع البيض، حيث يخرج في النهاية الثعبان من بطن أمه كما هو واضح في هذه المشاهد. هنالك نوع آخر معروف باسم الثعبان الذي يلد ويبيض، وذلك عن طريق أنه يتم وضع البيضة داخل جسد الثعبان حتى تكتمل مراحل نموها وتفقس، ثم يخرج الثعبان من بطن أمه. لا تمتلك الثعابين أذنين، ولكن الجلد الذي يغطي جلد الثعبان قادر على استشعار الاهتزازات التي تحدث من الأصوات المحيطة به. كما يقال أنه عندما يخرج الثعبان لسانه بهذه الطريقة فهو يحاول البحث عن رائحة الفريسة حتى يستطيع تحديد اتجاهها والهجوم عليها. حول العالم يوجد حوالي 725 نوعا من الثعابين السامة، لكن يقال أن 250 نوعا فقط يصنف على أنه نوع قاتل. يقال أن أكبر ثعبان من نوع أناكوندا وزنه يصل إلى 270 كيلوغرام، وهو يعتبر من الثعابين الغير السامة التي تعتمد على قوة العضلات في اختناق الفريسة. بالرغم من أن الثعبان لا يعتمد على المضغ في ابتلاع فريسته، إلا أنه يمتلك حوالي 200 سن في الفك، حيث يساعد هذا في دفع الفريسة إلى داخل الجهاز الهضمي.
حول العالم توجد 5 أنواع وفصائل من الثعابين تعرف باسم الثعابين الطائرة، ولكن في الواقع هذا النوع لا يستطيع الطيران، لكنه قادر على القفز من ارتفاعات عالية تصل لمسافات كبيرة، حيث يعتقد الكثير أنه قادر على الطيران. يؤكد الكثير من الخبراء على أنه قادر على الطيران على ارتفاع يصل إلى حوالي 300 قدم بالكامل. يقول الكثير من الناس أن وضع الملح في كافة أرجاء وأنحاء المنزل سوف يمنع الثعابين من الدخول إلى المنزل، لكن هذا الاعتقاد خاطئ وغير صحيح. يؤكد الكثير من الخبراء على أن وضع العديد من الأشياء ذات الروائح النفاذة مثل الكافور الذي يحتوي على كمية كبيرة من الجير سوف يسبب روائح مزعجة لن تجعل الثعبان يقترب من المنزل الذي تعيش فيه، ولذا يجب عليك وضع هذا الشيء في مختلف أرجاء المنزل والزوايا والأركان، حيث أن هذا سوف يسبب في انتشار الرائحة التي بدورها سوف تسبب إزعاجاً كبيراً للثعابين، ولهذا ستتوقف الثعابين عن الاقتراب إلى مثل هذه الأماكن، وبالتالي لن يتم أي تشكيل خطورة عليك أو على أي شخص يعيش معك في هذا المنزل. متابعينا، وصلنا لنهاية الفيديو. هل كنت تعلم أي من هذه الحقائق من قبل عن الثعابين؟ أخبرني في التعليقات، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. إلى اللقاء.